السلام عليكم، انا مقلم تطوان. جيت الخميس وجيت عاود اليوم نشوف نحضر الجنازه وما كتبش، خلونا له دوز هاد 5 ايام هادي ديال ما شاء الله وما شاء الله. كان طلبوا المسؤولين الله يعطيهم الصحه، رجال الدرك الملكي قوة المساعده وجلاله الملك محمد السادس الله ينصره مسكين، راه داير المجهود ديالو فوق. احنا بقينا له محبوسين نعدوها، ما حضرناش الجنازه اليوم، راه خرجنا مع 6 الصباح وبقينا محبسين له. جاو الناس بزاف ما خلوناش ندوزو ليه تما حتى فهمت. شحال تقريبا واحد كثار من طنوبرة، كثار من 200 طنوبر كنا محبوسين، تكون شي 2000 واحد. ايوا ما شاء الله. ودابا ما يسرحوا الطريق، راه حنا جينا خصنا نوصلوا تما. ملي جاكم الخبر ديال هاد الوفاة كيفاش جاكم الخبر؟ النهار السبت بالليل مع تسعود. ايوا بكينا صاحبي، والله الا بكينا بالله. انا بعد ما مدخل في البير من سوق الصح ما طيبت الماكله، ما نكذبش عليه. شنو الرساله ديالك الاخيره دي؟ ايوا كان طلبوا الصبر من والديه والعائله ديالو، واللي جا كامل يجازيه الله بخير، كاملين الناس اللي عنده الاجر، اللي جانا هنا كامل عنده الاجر. اشترك الان في قناه اشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.